البداية من بورسعيد، من استاد السويس الجديد والفوز الغالي والمهم للنادي المصري بورسعيدي على إنيمبا النيجيري، أحد أهم وأقوى طبعا فرق البطولة، بطولة الكونفدرالية الإفريقية. بنقول إنه ما فيش فريق سهل قدر إن هو يفوز عليه، فريق المصري بورسعيدي بهدفين دون رد سجلهم المتألق محمود حمادة في الدقائق 75 و74 بعد مباراة ولا أجمل من لاعيبة النادي المصري بورسعيدي ومديرهم طبعا الفني المتميز كابتن علي ماهر اللي ماشي بخطى ثابتة ونتائج جيدة جدا مع فريق المصري وأمام جماهير الفريق اللي زحفت لملعب السويس علشان تؤازر نادي المصري بورسعيدي وتكون دايما معاه وتكون دايما بتشجعه بعد غياب طويل عن المشاركة في البطولات الإفريقية. ألف مليون مبروك لنادي المصري بورسعيدي، أول 3 نقاط من منافس قوي. وبالمناسبة كان حاضر في المقصورة رئيس نادي إنيمبا النجم النيجيري العالمي نوناكو كانو، اللاعب المعروف للجماهير المصرية في التسعينات طبعا القرن الماضي، واللي لعب في العصر الذهبي لمنتخب نيجيريا وعنده تجارب احترافية رائعة مميزة جدا سواء كان في أرسنال وإنتر ميلان وأيكس. وبنقول ألف مليون مبروك مرة تانية لفريق مصري بورسعيدي اللي كان على قدر المسؤولية، لمجلس الإدارة، للعيبة، للجهاز الفني وللجمهور اللي كان متواجد عشان يأزر الفريق واللي دايما معاه وفي ظهره.